أجواء من الفرحة صنعها المتفوقون في امتحان الشهادة الابتدائية بحديقة تيفاريتي، فجاء عم يزيد ليملأ جو الانتصار بباقة من أغانيه من بينها أغنيته الحصرية مبروك النجاح عليكم. احنا مدينة عمو يزيد الترفيهية في كل شهر رمضان ابتداء من السنة الماضية ولات شغل عادة، يعني الأطفال ولفوها وكامل هي برعاية مجمع الشروق، يعني حبينا يكون جو عائلي. واليوم بما ان اطفالنا اعلنوا على النتائج تاع الامتحانات نتاعهم تاع شهاده التعليم الابتدائي، ما قدرناش اننا ما نحتفلوش معهم ودرت لهم اغنيه خاصه واسمها مبروك النجاح عليكم، وان شاء الله ان شاء الله ثاني دكتوره نقول لهم العقوبه لشهاده اخرى. بكر كي لحقت كنت خايف شويه، ومن بعد ما خفت نورمال كيما ليكزامان، ومن بعد جبتو بثمانية. يعطيك الصحه يا عمو يزيد. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت ويا كل يتعب فينا. يزيد اختار الثامن من شوان ليشارك فيه فرحة الأطفال وعائلتهم، نجاح يعد رمزا ثمينا بالنسبة للطفل التي حتى البراءة تشتاق لمثل هذا التحدي. مام أنا حبيت الجبسي. ماشي زين جانا ساهل، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. كيما دونا الورقه كنا مستعدين باش نديروا هذاك الجواب، بعد كي درنا كي كملنا قعدنا نستناو في النتائج وما جبنا السيزيام. تكريم جاء اعترافا لثمرة النجاح في امتحان شهادة التعليم الابتدائي، ولتكون حافزا اخر لباقي الاطفال امنيتهم الوحيدة إدخال السرور في وجوه أوليائهم.